بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى بنى نظام الكون على أن الوصول إلى النتائج يتناسب مع تلك النتائج. يعني أنت إذا تريد شيئا بسيطا، الطريق إلى الوصول إلى ذلك الشيء البسيط سهل، ولكن إذا تريد شيئا عظيما، الوصول إلى ذلك الشيء العظيم يحتاج إلى نتائج كثيرة وكبيرة. إذا واحد يريد يصير طبيب مثلا، هذا يحتاج إلى دراسة سنوات طويلة وإلى تجربة لسنوات طويلة إلى أن يصبح طبيبا. النتيجة نتيجة مهمة، الطريق إلى هذه النتيجة أيضا يكون صعب. هذا اللي يريد يصير طبيب، يريد يصير مهندس، يريد يصير فقيه. الفقيه لازم 40 سنة 50 سنة يصرف من وقته في طلب العلم في الدرس والتدريس إلى أن يصبح فقيها. زين، هذا اللي يريد يدرس المفروض عليه أن يقلل من نومه، يقلل من أكله، يقلل من راحته، يقلل من نزهته، يصرف وقته في طلب العلم حتى يصير طبيب، يصير مهندس، يصير فقيه وما إلى ذلك. الوصول إلى النتائج الكبيرة بحاجة إلى مقدمات طويلة وفي من الصعوبة البالغة. لماذا كثير من الناس لا يصلون إلى النتائج الكبيرة؟ لأنه ما عنده خلق المقدمات الصعبة. المتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم. منو ما يريد يكون هو الأفضل؟ كل واحد من عندنا يريد يكون الأفضل في أي مجال من المجالات، ولكن الأفضلون هم الأقلية، قليلون جدا. لماذا؟ لأن الوصول إلى الأفضلية بحاجة إلى صعوبات بالغة، إلى مقدمات طويلة. فغالب الناس ما عندهم خلق هذه المقدمات الطويلة، يتركونها فلا يصلون إلى النتائج المرجوة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لأن العرب كان عندهم شيئان مهمان: الجود يعني الإنفاق، والشيء الثاني الشجاعة. هذا اللي شجاع ويشترك في الحرب لعله يقتل، هذا اللي هو جواد لازم ينفق ما لا ينفذ يخلص فلوسه. فلذلك الناس ما عندهم خلق هذا الشيء، فلا يصلون إلى النتيجة المرجوة لأنه لا يريدون تحمل الصعوبات في المقدمة.
الله سبحانه وتعالى بنى الكون على هذا. أهم نتيجة وأعظم نتيجة يريد الإنسان الوصول إليها شنو هي؟ رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. الجنة الإنسان إذا دخلها هم فيها خالدون، ما بيها نهاية ما دام الله موجود، والله أبدي، فهو يفيض الوجود على أهل الجنة وعلى النعيم على أهل الجنة. والجنة أعظم من الدنيا بكثير، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني إن شاء الله حينما المؤمنون يدخلون الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، نرى الشيء الذي الآن كنا نتصوره من الجنة أقل بكثير من واقع الجنة. حتى هاي الدنيا مهالشكل، يعني قبل 20 سنة إحنا كنا نتصور هالاختراعات اللي كانت الآن موجودة، ما كان يخطر في قلبنا أصلا ولا على فكرنا. هذه الدنيا، الآخرة أعظم وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا كما يقول الله سبحانه وتعالى. فإذن أعظم هدف هو الجنة. إذا كان أعظم هدف هو الجنة، فالطريق إلى الجنة مو سهل، يكون في صعوبات. الحديث الشريف يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة حفت بالمكاره، تريد تدخل الجنة وهي أسمى الغايات وأعظم النتائج، هذا بسهولة ما يحصل، هذا يحتاج إلى جهاد في طول العمر. الإنسان يجاهد نفسه، لأنه أكو أعداء، شيطان عدو للإنسان، شياطين الإنس موجودين، هوى النفس موجودة، فهذه كلها تتكاتف ضد الإنسان لإضلاله، تتكاتف كلها ضد الإنسان لكي تصده عن الصراط المستقيم. إذا الجنة الوصول إليها صعب مو سهل، وكلما الإنسان أراد الدرجات العليا في الجنة الأمر شنو يصير؟ يصير أصعب. ولذا في الحديث الشريف: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء لهم صدارة الجنة، هاي نتيجة عظيمة، لذا مشاكلهم مصائبهم مصاعبهم أكثر كل الناس. الأئمة مكانهم صدارة الجنة، لذلك مصائبهم أكبر المصائب. وكلما الإنسان كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كانت مشاكله أكثر. وبعض الأحيان أكو واحد إنسان مؤمن متدين، أهل صلاح، أهل صلاة، أهل صوم، بعض الأحيان تصدر منه زلة، يصير بعض الأحيان تصدر منه معصية، الله سبحانه وتعالى يحب هذا الإنسان المؤمن لأنه مؤمن، لأنه مصلي، لأنه صائم، حس صدرت منه زلة، الله يريد يصفيه، يريد يكفر ذنبه، ما يخلي تكفير الذنب والتصفية في يوم القيامة حتى يلقى في نار جهنم إلى أن يتصفى ويطلع من النار بعد تصفيته. الله سبحانه وتعالى يبتليه في هذه الدنيا كفارة للذنوب، ارتكب ذنب، الله سبحانه وتعالى يريد يصفي حتى مقاماته في الآخرة لا تقل، يبتليه هنا، فبلاء يكون كفارة لذنبه. إذا أنت تشوف المؤمنين أكثر الناس بلاء والكفار الآن أكثر الناس راحة، صح لو لا؟ الآن روح إلى بلد الكفار
هواية من المسلمين حتى رايحين لجوء هناك. ليش رايح لجوء هناك؟ على دينهم رايح لجوء؟ لا، وإنما لأنه هو في بلد مضطهد وهناك أكو شوية حرية، زين يروح هناك. الكفار أكثر الناس راحة، روح إلى بلاد المخالفين هم مرتاحين، بس تعال إلى بلاد المؤمنين كلها مصائب، كلها مشاكل، كلها على كل حال ابتلاءات. هذا قسم منا من حب الله لهؤلاء المؤمنين، يريد يرفع درجاتهم. هاي في قضية غزوة أحد، في قضية غزوة أحد المسلمون خالفوا أمرا من أوامر الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول قطع النظر عن أنه معصوم ويوحى إليه ولا يخطئ، قطع النظر عن هذا. خطط العملية خطط صحيحة 100%، فلذا خطط الحربية في غزوة بدر، في غزوة أحد، في سائر الغزوات كلها خطط عسكريا خطط صحيحة 100%. حتى فد واحد عسكري مصري هو عقيد أو لواء السماء أتذكر كما سمعت مؤلف كتب حول غزوات الرسول صلى الله عليه وآله، يحللها عسكريا مو دينيا، هو لأنه رجل عسكري عسكريا يحللها خطط دقيقة 100%. زين، الرسول اجى الى منطقة احد، هناك ان شاء الله اذا رايحين للحج ورايحين، اذا ما رايحين ان شاء الله الله يرزقكم زورون قبور شهداء احد، حمزة وسائر الشهداء. هي ساحة كبيرة، خلف هذه الساحة جبل عظيم هو جبل احد، في وسط هذه الساحة اكو تلة يعبرون عنها بجبل الرومات. زين، المسلمين من الخلف اكو جبل، مطمئنين ان الكفار لا يهجمون من هذا الجانب، فحتى لا يكون هجوم من طرفين على المسلمين، الرسول صلى الله عليه واله امر 50 واحدا من رماة المسلمين ان يقفوا على هذا التل باقواسهم وسهامهم، يحمون ظهر المعسكر الاسلامي حتى إذا الكفار رادوا يجون من هذا الطرف 50 واحد من الرماة يرموهم. بدأت الحرب. زين، المسلمون طرف جبل، الطرف الثاني تل الرماة 50 رامي، هؤلاء يحمون ظهر المسلمين، حربهم مع الكفار من طرف واحد. والرسول أمر هؤلاء الرماة، أمرهم احنا انتصرنا، احنا انهزمنا، لا تتحركون من مواقعكم. بدت الحرب، انكسر جيش المشركين وانهزموا. بدأ المقاتلون المسلمون في جمع الغنائم، وذول اللي على الجبل على تل الرومات نسوا امر الرسول صلى الله عليه واله، ورئيسهم قال لهم الرسول أمرنا بالبقاء في هذا المكان، ما فاد وياهم. أكثرهم نزلوا من التلة وذهبوا لجمع الغنائم، وبقى بيهم 12 واحد يمكن من 50. فالمشركون استغلوا هذه القضية وإجوا من ظهر المسلمين، وذول 11 واحد قتلوهم لأن ما في العدد قليل كان، وهجموا على المسلمين وصار ما صار، 70 واحد من المسلمين في تلك الغزوة قتلوا. والمشركون مثلوا بجثث المسلمين، مو فقط بجثة حمزة سلام الله عليه، بجثث قتل المسلمين، مو فقط أنه هند أخرجت والد أم معاوية أخرجت كبد حمزة فقط، لا، بل قطعت أصابعه وأصابع يده وأصابع رجله، زين، إذانه، أنفه، مثل القلادة وضعتها على عنقها هالشكل، يعني حالة من الانتقام يعني. على كل حال هنا الآية الشريفة نزلت تسلية للمسلمين، زين، ذول اللي خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كان عندهم معاصي سابقة، هذه المعاصي السابقة سببت أنه في اللحظة الحساسة
الشيطان يستغل الفرصة ويزلهم وبطمع الغنائم يتركون أمر الرسول صلى الله عليه وآله. الله عفى عنهم، هاي زلة صدرت ما يخالف نعفو عنكم. ولكن الآية ماذا تقول؟ وليتخذ منكم شهداء، يعني الذين قتلوا في هذه المعركة الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم، اختارهم ليكونوا شهداء في يوم القيامة يشهدون على الناس، يكونون شهداء أيضا بالمعنى المصطلح، الله سبحانه وتعالى اختارهم. أنت مؤمن صدرت منك زلة، توقع أن الله سبحانه وتعالى يريد يصفيك فينزل عليك مصيبة. أنت تريد الجنة، ما صدرت منك زلة، الأنبياء لم تصدر منهم زلل، الأئمة عليهم الصلاة والسلام لم يصدر منهم زلل، لكن الله سبحانه وتعالى يريد يرفع مقاماتهم. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام رأى الرسول صلى الله عليه وآله في الرؤيا، ماذا قال له رسول الله؟ إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة. يعني الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام درجة عظيمة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلحقه بدرجة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن درجة الرسول فوق درجة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى يريد يلحق الإمام الحسين بدرجة رسول الله صلى الله عليه وآله. إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة. في تفسير هذه الآية وردت بعض الروايات، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله سبحانه وتعالى لا لذنب وإنما لرفع الدرجات. فإذا أنت مؤمن موالي، إذا نزلت عليك المصائب عليك بالصبر، والصبر مو معنى أن الإنسان لا يعمل، الصبر مو معنى أن الإنسان لا يحاول تصحيح الوضع، لا يحاول تغيير الوضع إلى الأحسن، لا. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله كان في طول حياته في جهاد، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في طول حياته في جهاد، يريد يصحح الوضع الفاسد اللي موجود، الناس مشركون يريد الناس يصيرون مؤمنين، الناس منافقون يريد الناس يصيرون مؤمنين، الناس عصاة يريد الناس يصيرون عدول، زين؟ ففي جهاد مستمر. وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام، تارة جهاد عسكري، تارة جهاد بالكلمة، تارة جهاد بالعمل، تارة جهاد بنشر العلم، تارة الجهاد بالدعاء، تارة الجهاد بكذا وكذا وكذا، في طول حياته يحاول التغيير نحو الأحسن. بس مو كل الأحيان الإنسان ما يريده يصل إليه، الإنسان لازم يحاول، إذا الله سبحانه وتعالى شاء يرتب النتائج، وإذا الله ما شاء ترتيب النتائج يدخره إلى الآخرة. فعلى كل واحد أن يعمل بالطاعات، بالعبادات، بالجهاد، بتقوية الذات، بدفع الأشرار، بدفع الإرهابيين، كل ذلك لازم يسويه، ولكن لازم يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الآن مثلا في العراق كثير من الأحيان القوى الأمنية تحاول محاولاتها، بس ولو أكو اختراقات مثلا، لكن كثير من هؤلاء ناس مخلصون، صح لو لا؟ بعض الأحيان ما يقدر خو، يعني يحاول محاولته بعد ما يصير، هذا أدى ما عليه، لكن الله سبحانه وتعالى قدر شيء آخر، أنت حاول وأترك الأمر على الله سبحانه وتعالى، مو أنه لا تحاول، حاول لكن توكل على الله. إحنا عدنا فتشي اسمه توكل، عدنا فتشي اسمه تواكل. التواكل معناه أن الإنسان يكون كسول وما يشتغل ويتوقع أن الله سبحانه وتعالى يرتب النتائج، ما يشتغل يتوقع أن الله سبحانه وتعالى كل يوم يرسل رزقه من السماء يلقي عليه. كلا، الله سبحانه وتعالى يقول اعمل وتوكل، أنت لازم تعمل ما عليك، روح اشتغل،
بس الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يمكن تشتغل رزقك يكون قليل، يمكن تشتغل رزقك يكون كثير، يمكن تشتغل ما تحصل شيء. أنت حاول بقية الأمور اتركها على الله سبحانه وتعالى. أما ما تحاول وتقول الله سبحانه وتعالى لازم يرتب النتائج، هذا تواكل، هذا كسل، هذا مذموم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اعمل وإذا نزلت عليك المصائب اصبر. الصبر مو معنى الكسل، الصبر مو معنى عدم تغيير الواقع السيء، الصبر معناه أنه أنت اعمل ما عليك، وإذا لم تتمكن ذاك الوقت لازم تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. لا تنهار أمام المشاكل، لا تنهار أمام المغريات، لا تنهار أمام المصائب. إذن علينا العمل ثم تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يقدر. يريد يتخذ شهداء والذين استشهدوا، زين دول اللي استشهدوا خاصة في هاي العمليات الإرهابية اللي لا تميز بين كبير وصغير ورجل وامرأة، زين دول اللي استشهدوا عادة في هكذا عمليات، ومو كلهم ناس قديسين، ناس بيهم ناس عاديين، بناس بيهم ناس عدول، وبيهم أيضا ناس شوية زيادة ونقيصة في أعمالهم، صح لو لا؟ لأنه قضية عشوائية. لكن الله سبحانه وتعالى هذا اختاره، حتى لو هو شوية عند زيادة ونقيصة، الله يريد يصفيه من ذنوبه، اختار له الشهادة. وفي الحديث أول قطرة تسقط من الشهيد على الأرض كفارة لذنوبه، كفارة لذنوبه، أول قطرة من دم الشهيد عندما تسقط على الأرض الله سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبه، الله اختاره. وإذا هو إنسان مو مذنب، الله سبحانه وتعالى اختاره ليرفع درجاته. أنت حاول، احتاط، اتخذ الأساليب الصحيحة، لكن مو كل شيء بيدك. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، الله سبحانه وتعالى أنزل على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام 4000 ملك. هؤلاء الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى يوم بدر على رسول الله ونصروا الرسول. وفي سورة الأنفال تفصيل نزول الملائكة في يوم بدر مذكور. هؤلاء الله سبحانه وتعالى أنزلهم على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسين يدري أن الله سبحانه وتعالى مختار للشهادة ويريد شهادته، ولكن مع ذلك كرامة له، إذا تريد نرفع عنك الشهادة نرفعها. فهؤلاء 4000 ملك يبيدون كل هؤلاء العساكر. الإمام يرجح رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الله رضانا أهل البيت. نشوف الله شنو يريد، إحنا نريد ما أراده الله سبحانه وتعالى. الإمام قال لا، رجعوا إلى السماء، الله أوحى إليهم انزلوا وانصروا الإمام الحسين، يعني خيروه، يعني تخيير، وقولوا له إن درجتك متقل بعد استشهاد جميع أصحابه. الله سبحانه وتعالى مثل قضية إبراهيم، فلما أسلم وتله للجبين، زين إبراهيم وضع إسماعيل على الأرض وأراد أن يمر السكين على رقبته، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، امتحان نجحت به، خلاص رفعنا عنك التكليف بذبح ابنك إسماعيل. انزلوا إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وقولوا له إن الدرجة اللي الله كان يريد يوصلك إلى تلك الدرجة وصلت إليها، صدقته. هاي اللحظة ننصرك. بس متى وصلوا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ وصلوا في الوقت الذي جميع أصحاب الإمام الحسين قد استشهدوا. شوف إلى وفاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام ماذا خاطبهم للملائكة؟ قال لا خير في الحياة بعد هؤلاء. زين أنا مو فقط أريد نفسي، ذولا استشهدوا لا خير في الحياة بعدها. صعدوا مرة ثانية إلى السماء، الله سبحانه وتعالى أمرهم ينزلون إلى الأرض، نزلوا إلى الأرض في المرة الثالثة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. والله أمرهم أن يبقوا عند ضريح الإمام الحسين من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، إلى يوم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهؤلاء
يصلون ويزورون وكل ثواب صلاتهم وزيارتهم وكذا لزوار الإمام الحسين تكتب في سجل أعمال زوار الإمام الحسين إلى يوم ظهور الإمام، فينصرون الإمام عليه الصلاة والسلام بعد ظهوره. الشاهد شنو هو؟ الشاهد أنه أنت أعمل ما عليك، إذا الله سبحانه وتعالى اختار لك الشهادة فبها، إذا اختار لك أن توصل إلى النتائج هنا فبها، ترضى ما أراده الله منك، ترضى بما قدره الله إليك، لكن أن تعمل بتكليفك هذا المهم، تعمل بتكليفك. اسأل الله سبحانه وتعالى شنو يقدر لك، فهو العالم الحكيم ويقدر ما فيه الخير والصلاح لعباده المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.